ازيكم يا جماعة؟ في حلقة جديدة من بروكن ارت. صراحة الطاقة دي لما شفت اخر فيديو عجبتني، فقلت خلاص كده دي كمل معانا باقي الحلقات، يعني حاجة بقت ايكونيك خلاص. طبعا باركولي علشان في مجموعة سكتشات جديدة انضمت للمجموعة سمينة بتاعتنا، كابتن ليفاي طبعا. يعني عندك هنا الفور اليمنتس ليجندز، هو طبعا ساكا نون بندر اساسا، بس يعني مش مشكلة. The greatest earth bender and the inventor of metal bending, Toph Beifong. Katara, the best water bender of all time. Fire Lord Zuko. سيبنا من الموضوع ده دلوقتي. في حلقة النهاردة هعرفكوا على كم موقع كده بيعمل اونلاين ارت جيمز، ممكن تجيب صحابك تلعبوا مع بعض، ممكن تخش على طول، بيبقى فيه رومز اوريدي تخش تجوين يعني وتلعب. في لعب زي دي يبقى محتاج ان انت يبقى عندك بعض المهارات، فلو انت متابع البرنامج من حلقة واحد ازاي ترسم اي حيوان وازاي ترسم اي سكتش يعني وحلقة البطة والكلام ده كله، هيبقى عندك موسوعة، يعني عندك موسوعة وكورس كامل تقدر تخش تلعب بيه اللعب دي، واضمن لك المركز الاول من تحت. طبعا انا فاشل جدا في اللعب دي لسببين: السبيلينج بتاع الانجليش عندي مش تمام خلاص، وانا بطيء في الكتابة والتفكير اصلا، فيعني هتعرفوا ليه ده هيأثر معايا في اللعبة ويخليني ما اعرفش العب كويس يعني. بس اللعب دي يعني فعلا لذيذة، فيلا بينا نلعب. طيب اول لعبة معانا درويز، تمام؟ السايت اسمه درويز، طبعا هحط لكم اللينك بتاع كل اللعبة في الديسكريبشن. اللعبة دي بتعتمد على ايه؟ ومعظم اللعب يعني الارت جيمز بتبقى عبارة عن ايه؟ ان واحد بيرسم حاجة، الناس كلها اللي معاه في الجيم بيحاولوا يتوقعوا الكلمة دي، واللي بيجس الاول هو اللي ايه؟ ياخد بوينتس اكتر يعني. فيلا بينا نلعب جيم. بلاي ناو، في واحد هو اللي هيرسم، دول الناس اللي معانا. رفا هو اللي بيرسم. ايه ده ايه ده؟ توست، ما هي التلت كلمات كده صح؟ توست، ايوه يا زميلي. اوليفيا هي اللي هترسم دلوقتي، يلا يا اوليفيا. ايه ده بقى؟ دي واحدة، دي ومن برينسيس. طيب كتبتها غلط، برينسيس. السبيلينج يا جماعة، السبيلينج خني. تهليل از ارتست، يا تهليل يا زميلي. ده ايه ده؟ رفا جيز ذا رايت، ده ايه ده؟ تي لي فون غلط. باتري. طيب ايه؟ طيب دور يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يور ذا ارتست. تويلت سويتش تشيري، خلينا نرسم تويلت، نرسم كده واخد بالك، حاجة اوفالوكس كده فاهم، حاجة ايديال ستاندرد. ما في هنا كده ايه اللي هي البتاع اللي بالك، ما في هنا اقرا كده. رفع يرسم. ايه ده بقى؟ ده سبونج بوب ده ولا ايه؟ استنى، سبونج بوب. اوف جامد جامد قوي. سبونج بوب سكوير بانز، حاسس ان جامد سيكا، بس انا لسه مركز تالت. انا مركز تالت، وبصراحه اما لعبت برضو على الموقع ده قبل كده جبت مركز تالت، مش مشكله خالص. خش على الموقع اللي بعده وهو سكريبل دوت اي او. سكريبل ده نفس الشيء بالظبط، تعالوا نلعب جيم. وسكريبل ده يعني اكتر موقع لعبت عليه مع صحابي تقريبا. ليزي ليديز تشوزنج اوورد، اشاره مرور، ترافيك، ترافيك لايت، لايت صح، ايوه يا زميلي. ذا اتش بيرسم لي فلاور، دي مش فلاور. 3 دايز ليتر، يا ايه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما مش عارف يعني الصراحه. 3 ويكس ليتر، سوري يا عم، اعتذارك مش مقبول يا عم. ما هرسم امتى؟ طيب دوري. تشيك، كان ارسم واحد كده امور جدا، خدوده كده ايه عريضه، لازم نخليها ابتسم، نرسم بالاحمر كده ايه، الناس خمنت ايه. جامد كيوت. الموقع اللي بعديه اسمه كويك درو، ده حاجة مفروض تبع جوجل، بيديك تايم قليل ترسم فيه كلمة، في روبوت بيديتكت الرسمة اللي انت رسمها ويخمن الكلمة، لو عرف يخمن كل الكلمات اللي انت عملتها صح يعني ما فيش حاجة بتحصل، بس يعني بتبقى انت كده شيء جميل يعني. Let's draw. Show me what you draw. هو مثلا بيقول لي ايه؟ draw potato in under 20 seconds. تمام؟ هتشوفوا دلوقتي وانا برسم الروبوت هيقعد يخمن انا برسم ايه. يلا بينا. Got it. I see me. Oh, I know. It's potato. Draw bat. Okay, got it. Bat. Oh. I see ocean.
or toothbrush, or key, or bow tie. Oh, I know, it's bad. جامد. رينبو بيديك 20 ثانية. Oh, I know, it's rainbow. جامد. جو بيلت عادي. I see bread or watermelon. لا متحورش. Oh, I know, جامد. It's belt. حبيبي. هاوس ماشي. مفيش أسهل من I see line. ده كمعماري هاوس ده أسهل حاجة بالنسبة لك. Or square. Oh, I know, it's house. جامد. زجزاج. إيه الزجزاج ده؟ كده يعني؟ زجزاج. Oh, I know, it's zigzag. جامد. طبعا بيوريك القرف اللي انت رسمته في الآخر يعني. يلا بينا نخش على الموقع اللي بعده. موقع اسمه Let's Draw It. ده أحسن موقع في يوم لأن هو في كذا لعبة فيها كذا فكرة. واحدة جايزة درو عادي زي باقي المواقع. واحدة بترسموا نفس الحاجة كلكم وفي الآخر أحسن واحد رسمها بالفوت من باقي الناس هو اللي بيكسب. وتالت حاجة بتديكوا رسمة بتعملوا لها كوبي تشوفوها يعني تمام. برضو أحسن واحد شاف الرسمة بالفوت هو اللي بيكسب. طيب تعالوا نلعب درو بيست دي. ماوس ارسم ماوس يا عم. ماوس اهو يا عم. ما نشوف. وحش. ماليش دعوة. حلو حلو. وحش. حلو حلو. بيست بيكتشر دي الصراحة جميل. ايه ده؟ طلعت الاول. طلعت طلعت الاول. جامد اوي. نيسان حلوة. لا تعال نرسم نيسان. نيسان هنرسم كده. هنرسم اللوجو. وبعدين ايه الدورية بتاعت اللوجو. هنيجي باللايت جراي ده. نعمل كده. ثانية واحدة. دول اختاروا بيلو. وانا قاعد برسم نيسان. جامد ده جامد والله. بيست ده اجمد واحد كده. طبعا انا هخسر عشان انا انا طلعت التاني. طلعت التاني وانا بختار كلمة غلط. المخ ده كبير جدا. شوف الكلمة ايه في الاخر عشان بس انا نسيت الحوار ده. زبرة. اختار نرسم زبرة. نركز الحيوانات بترسم ازاي. نطلع له رقبة اهي. ننزل له اربع رجلين. نبتدي بقى ايه نخططه بقى. يعني الزبرة بتاعي على باب الله بس مش حطت جنبي قلب. جامد اوي ابوت طبعا. القرف ده يا عم. القرف ده امور اوي يعني مش ممكن. ماشي ده مش باين اساسا ده ايه. بص ارنب يعني عارف ارنب وديله فيه مقشة. ملحقتش ابوت. طلعت التاني الحمد لله يعني. تحية تحية للجماهير. ايه ده في ناس رسم ده جامد اوي ده. المفروض افوت عليه اللي هو نيكول ده. بس يا جماعة كده نكون خلصنا كل مواقع الارت جيمز. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو ده. طبعا يعني كل المواقع دي ممكن تعمل روم وتدخل صحابك تلعبوا مع بعض يعني ما تلعبش مع حد غريب اصلا. بس انا ما عنديش صحاب ف اضطريت العب لوحدي. العب لوحدي. بس يا جماعة وفي نهاية الفيديو اتمنى تكونوا اتبسطتوا. واشوفكم في ثانية واحدة. ثانية واحدة. انزل بس اضغط سوي سبسكرايب. سوي سبسكرايب. قفشتك. I caught you. انت مش عامل سبسكرايب انزل اعمل دلوقتي. اعمل حالا. ولو انت عامل يعني اخبط لايك. اخبط لايك. بس واشوفكم في فيديو جديد. It's a broken heart.